استمرنا الصحفي قبيل يعني اطلاع مؤتمر العمل العربي. طبعا من اسعد الايام في حياتي باني التقي بكم كل عام، وخلال العام التقي باشخاص وزملاء سواء في مناسبات او من خلال مكتبي او من خلال اي نشاط نبدأ. كما تعلمون اخواني طبعا مؤتمر العمل العربي سينطلق باذن الله وحفظه يوم الاحد القادم باذن الله 14 ابريل برعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، الذي دائما يحرص امانه على دعمه للعمل العربي المشترك، العمل العربي المشترك. وبما ان منظمه العمل العربيه مختاره من القاهره مقرا لها، هذا يزيدنا دائما قوه وانطلاقه في عملنا. وباسمكم جميعا هي ومنظمه العمل العربيه اقتنم هذه المناسبه لارفع الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئه بتوليه رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام 2019، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح ولمصر العزيزة مزيدا من التقدم والازدهار، ونعزي الشعب المصري في الأحداث الإرهابية التي بين يوم ويوم تحدث وحصلت خلال اليومين الماضيين. نسأل الله أن يتقبل الشهداء وأن يصبر أهلهم وأسرهم إن شاء الله ويكفيهم مزيدا من التقدم. كما تعلمون أن مؤتمر العمل العربي هو يعتبر أكبر منبر